السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن الاو اس بي. ايه المحتوى العلمي اللي بتقدمه اوفنسيف سكيورتي لينا؟ ايه هو كورس الاو اس بي وايه تفاصيله؟ ازاي نجهز نفسنا للكورس؟ ازاي نسجل فيه؟ بعد ما نسجل فيه ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي هنعمله اول ما نستلم الكورس ويبقى لنا اكسس على اللابات؟ ازاي نظام اللابات ماشي؟ بعد ما نخلص اللابات ايه اللي هنعمله عشان نجهز نفسنا للامتحان؟ الحاجات اللي محتاجين نعرفها عن الامتحان، يوم الامتحان ايه نظامه وازاي بيمشي، بعد ما نخلص الامتحان الريبورت بتاعه ازاي هنعمله، كل ده هنعرفه النهارده في الـ USB Breaking Down. يلا بينا. بادئ زي بدء قبل ما نخش على ايه هو المحتوى العلمي اللي بتقدمه Offensive Security وايه هو جودته وايه تفاصيله والكلام ده كله، خلينا الاول نعرف ايه هي المشاريع اللي بتملكها Offensive Security. اول حاجه لو جينا هنا في الصفحه اللي هي بتاعت Offensive Security Community Projects، هنلاقي فيه عندهم اول حاجه طبعا معروفه هو كالينكس، لينكس ده تبع اوفنسيف سكيورتي، هو هي اللي عاملاه. وبعد كده عندهم كالي دوت اندرويد بيزد، يعني يشتغل اندرويد. وبعد كده عندهم فالن هاب. فالن هاب ده موقع زي هاكزا بوكس عليه ماشينز، بس الفرق ما بينهم ان طبعا في فرق ما بينهم كبير تاني غير الماشينز، لكن فالن هاب عليه الفكره ان انت بتحمل الماشينز من عليه وبتسطبها انت عندك على الجهاز على الفي ام وير او الفيرتشوال بوكس مثلا، وبعد كده بتبدأ تأتاك عليها. فأوفنسيف سكيورتي أخدت الموقع دوت بقى بتاعها، ودلوقتي بقت بتاخد الماشينز اللي عليه وترفعه على بلاتفورم بتاعتها اسمها بروفينج جراوند بلاي. فأنت دلوقتي بقيت بتقدر تخش على البلاتفورم دي وتسجل وتنزل الفي بي ان، وبعد كده تختار الماشين انت عايز تشغلها وتدوس عليها بلاي، بعد كده تبدأ تأتاك على الماشين على طول من غير أي داونلود ومن غير أي حاجة. فدي حاجة كويسة هي ايه عملتها. بعد كده عندنا الاكسبلويت داتابيز. الاكسبلويت داتابيز هي عباره عن داتابيز موجود فيها بي او سيز بتاعه اكسبلويت اكتشفت من فتره صغيره مثلا، فبيحطوا فيها السكريبتات اللي بتنفذ الثغره دي، وهي طبعا داتابيز كبيره جدا ومعروفه وكل الناس بتستخدمها او معظم البنتسترز بيستخدموها لما بيلاقوا حاجه ليها اكسبلويت مباشره. بعد كده في جوجل هاكينج داتابيز، دي برضو بروجكت تاني ليهم. وبعد كده عندهم ميتا سبلويت طبعا كلنا عارفينه، والباك تراك برضو بتاعهم. جميل جدا كده اتعرفنا سريعا على ايه البروجكتس اللي هم بيملكوها. خلينا نروح نشوف المحتوى العلمي اللي هم بيقدمه لنا. اللي في الصورة قدامنا دلوقتي ده هو النظام الجديد بتاع Offensive Security وكل المحتوى العلمي اللي هي بتقدمه، يعني كل الكورسات اللي هي ايه بتقدمها. فخلينا نتعرف على كورس كورس، وبعد كده نتعرف على النظام بتاعها الجديد، وبعد كده نخش على التفاصيل بتاعة الـ OSCP. فاول حاجه طبعا عندنا الـ OSCP. الكورس بتاع الـ OSCP هو اشهر طبعا كورس واول كورس انت بتاخده مع اوفنسيف سيكيورتي. هو كورس بيتكلم عن البين تيستنج بشكل عام، يعني بتاخد فيه نتورك بين تيستنج، ويب بين تيستنج، اكسبلويت ديفلوبمنت، كلاينت سايد اتاك، هكذا. وهنتكلم على التفاصيل قدام دلوقتي. بعد كده في عندك 3 شهادات اول ما تاخد الـ OSCP. في عندك 3 شهادات الـ OSCEB واللي هي بتاعه الايفيجن تكنيكس، وده كورس لسه جديد تقريبا بقاله سنة سنة وشوية. وبعد كده عندنا كورس بتاع Advanced Web Attacks، وبعد كده عندنا كورس بتاع Exploit Development. وبعد كده أول ما تخلص التلاتة دول وتنجح فيهم هما التلاتة بتاخد الـ OSCE3. دي شهادة معناها إن أنت نجحت في الـ3 امتحانات دول، فالحامل للشهادة دي معناها إن هو حامل لإيه؟ للتلاتة دول. بعد كده بتخش على الـ OSEE وهي أصعب شهادة عند Offensive Security وأصعب كورس موجود برضو إيه عندهم. كل الشهادات دي أنت بتقدر تشتريها بشكل مباشر من الشركة، يعني بخش عند الشركة أسجل على الـ OSP أدفع فلوسه أستلم الكورس وأستلم معاه مرة الامتحان بشكل مباشر من غير ما أعمل اشتراك أو أي حاجة. طيب كان في كورسات تانية موجودة هنا، كورس بتاع الواي فاي، لكن شالوه وحطوه في النظام الجديد. طيب ايه هو بقى النظام الجديد وازاي بسجل فيه؟ هما لو رجعنا ورا كده هما عملوا نظام اشتراك سنوي. الاشتراك السنوي دوت حاطين لك فيه ميز وكورسات اساسية بتاخدها ومعاهم كورس من الاساسي دول او كل الكورسات دي. طيب ازاي؟ اول حاجة هما عاملين نظامين للاشتراك السنوي، نظام اسمه ليرن وان واللي هو ده، ونظام اسمه ليرن انليميتد واللي هو على اليمين ده. لو جينا هنا كده اول حاجه الكورس اللي هو البين 100. البين 100 دوت كورس اساسيات، بيديك مثلا اساسيات سيستمز، اساسيات نتورك، اساسيات كريبتوغرافي، هكذا تفاصيله هنشوفها قدام.
وبعد كده بيديك اشتراك سنوي لبروفينج جراوند براكتس. كنت قلت لكم في اول الفيديو ان في حاجه اسمها بروفينج جراوند بلاي، واللي هي عليها الماشينز بتاعه فالن هاب. بروفينج جراوند براكتس بقى ده الشق التاني، يعني بروفينج جراوند مقسوم شقين او نصين، يعني نص اللي هو البلاي اللي هو بتاع فالن هاب، والنص التاني اللي هو براكتس دوت فيه ماشينز جديده اوفنسيف سكيورتي هي اللي لسه عاملاها، فبالتالي البراكتس ما تقدرش تاكسس عليه غير باشتراك، لكن البلاي تعرف تشتغل عليه من غير اشتراك، بيبقى ليك 3 ساعات يوميا تقريبا حاجه كده. فانت هنا بتاخد، هو هنا في الباكج دي بيديك سنه كامله تخش على ايه، على البروفينج جراوند براكتس، تشتغل على البلاتفورم عادي. بعد كده عندك في كورسات بتاخدها. طيب ايه هي الكورسات الاساسيه؟ اول كورس اللي هو بتاع كالينكس ده، كورس هو اصلا موجود فري بره، لكن الامتحان بتاعه هو اللي بفلوس، ليه شهاده اسمها كي ال سي بي. بعد كده في الكورس اللي هو بتاع الواي فاي اتاكس، ده كان متاح بره بس دلوقتي بقى مش متاح غير في السبسكريبشن او في الاشتراك السنوي. فكده دول ايه، كورسين اساسيين موجودين هنا وهنا، يبقى الاربع حاجات دول موجودين فين، في الناحيتين. بعد كده الكورس التالت هنا هو عبارة عن ايه، هم هنا عملوا كورس جديد اسمه ماك او اس ريسيرشر. فالكورس دوت هو يعتبر من الكورسات الاساسية، لكن مش موجود معاهم بره، يعني برضو متعرفش تاكسسه غير من الايه، من الاشتراك السنوي. ف انت ليك كورس تالت هنا تاخده في ليرن وان، ليك بس كورس واحد تالت من الكورسات الاساسيه، يعني ممكن تاخد اي كورس من دول، من اللي هو الايفيجن تكنيكس او الويب اتاكس او الاكسبلويت ديفلوبمنت او الاو اس سي بي او الايه، الكورس بتاع الماك. فده هنا حاجه، دي حاجه اساسيه في الفرق ما بين الايه، الباكج دي والباكج التانيه. طيب يبقى هنا ايه، الماك او اس او واحد من دول، تمام، لان دوت يعتبر كورس من الكورسات الاساسيه. طيب بالنسبه للامتحانات، انا ليا هنا، هو هنا في الباكج دي بيديني مرتين اخش الامتحان ده، يعني لو سقطت اول مره يدخلني ايه تاني مره، وليا مره على الكالي، مره امتحان على الكالي ومره امتحان على الواي فاي التاكس عشان اخد الشهادتين دول يعني. لكن لو سقطت المره التانيه اخشها بفلوس، سواء هنا او هنا، هنا بعد المره التالته، يعني انا هنا مديني اتنين اخش اول مره مثلا، لو سقطت اخش التانية، التالتة لو سقطت التانية عشان اخش التالتة لازم ادفع فلوس. طيب خلينا نروح نشوف ال Learn Unlimited. احنا قلنا دول اساسيين ما فهمش كلام خلاص، تمام. عندنا قلنا هناك بناخد يا الماك او اس يا واحد من دول. انا هنا بقى بقدر في ال Unlimited بقدر اخد كل الكورسات، يعني يبقى لي اكسس عليهم كلهم، اقدر اشوف المحتوى بتاعهم كله واذاكره بشكل كامل، ومش بس كده اقدر كمان ادخل لكل شهادة فيهم امتحان اكتر من مرة من غير ما ادفع فلوس زيادة، يعني ملهاش عدد محدود في مرات الامتحان، يعني لو سقطت مرة اقدر اخش التانية والتالتة والرابعة والخامسة من غير ما ادفع تمن الاعادة. فسريعا كده نعيد تاني على الميزة اللي عندنا في الليرن انليمتد، ليك ان انت تاكسس كل الكورسات، وليك ان انت تخش لكل كورس وكل شهادة عدد مرات امتحان غير محدودة، يعني تخش امتحان سقطت مرة واتنين وتلاتة واربعة وخمسة براحتك من غير ما تدفع فلوس تاني، ده بمبلغ معين وده بمبلغ معين هنشوفهم دلوقتي قدام. فده بالنسبة لايه، النظام الجديد بتاع اوفنسيف سكيورتي وتعريف سريع للكورسات. خلينا نخش على اللي بعده، يلا بينا. شهادة الـ OSCP، الشهادة دي عشان ناخدها او عشان نقدر نخش الامتحان بتاعها لازم في كورس نشتريه اللي هو Penetration Testing with Kalinix اللي هو PWK. خلينا نشوف التفاصيل بتاعته. لو نزلنا هنا كده هنلاقي ايه، دي الموديولز بتاعته كلها، عشان نشوفها بشكل ادق خلينا نشوف البي دي اف بتاعها. لو نزلنا هنا كده اول حاجة، هنا اول موديول عندنا هو بيعرفك على الشهادة وتفاصيلها، بعد كده هنا بيعرفك على كالينكس برضو وتفاصيله، في اكسرسايز موجودة ايه معاه، بعد كده بيبدأ يخش ايه يعرفك على شوية حاجات في اللينكس بس مع كالي، الانستول وبيعرفك على كام سيرفيس هكذا. بعد كده بيخش على لينكس بشكل عام، بيعرفك على مثلا الباش انفايرمنت وشوية حاجات لينكس، اساسيات لينكس اللي المفروض يكون اي حد عارفها وهو داخل الكورس ده. بعد كده بيبدأ يخش على البراكتيكال تولز، بيعلمك التولز اللي انت المفروض بتكون بتستخدمها بشكل دوري، زي النت كات، السوكات، الباور شيل، الباور كات، الواير شارك، تي سي بي دامب. التي سي بي دامب ده نوع يعني كوماند لاين من واير شارك هكذا. بعد كده بيخش على
الباش سكريبتنج بيديك فيه شوية حاجات زي ال variables ال function ال conditions هكذا، وبعد كده بيديك كام example عليه تحله. بعد كده بيخش على ال information gathering الباسيف الأول، بعد كده بيخش على الأكتيف، وطبعا دي من الحاجات المفروض إن هي من أسهل الحاجات اللي في الكورس، بس طبعا الأكتيف من الحاجات المهمة اللي لازم تفهمها كويس جدا. بعد كده بيخش على ال vulnerability scanning with Nessus، بعد كده بيقول لك vulnerability scanning with Nmap وشوية ايه أوامر بتاعته، وطبعا طول الكورس بيديك أوامر تانية عن ال Nmap وازاي بتستخدمه وهكذا، لكن هو هنا بيعرفك تعريف سريع وبعد كده بيكمل معاك. بعد كده بيخش على الموديول اللي بعده اللي هو الويب اتاكس، وبيتكلم عن الاسسمنت ميثودولوجي، وبعد كده بيقول لك الابلكيشن انيموريشن ازاي بتعمل ايه اول ما تشوف الابلكيشن، مثلا هنا بتعمل انسبكتنج اليو ار ال فيو ريسبونس هيدرز هكذا. بعد كده بيقول لك على شويه تولز اللي هي الديرب مثلا والبيرب سويت ونكتو، وبعد كده الويب بيز فولنربيلتيز زي الاكس اس اس سيكول انجكشن الفايل انكلوجن، الحاجات دي هي دي حاجات اساسيه بيعرفك عليها، وبعد كده الاكسرسايز بتاعتها بتحلها. وبعد كده بيخش على البفر اوفر فلوز وبيقول لك مثلا بيديك انترودكشن عنها، وبعد كده بيخش على الويندوز منها واللينكس منها من البفر اوفر فلو. بعد كده بيخش على الكلاينت سايد اتاك وبيديك مثلا شويه اتاكس فيها زي الماكرو وهكذا. بعد كده بيخش على لوكيتنج بابليك اكسبلويتس اللي بيعرفك فيها تجيب الاكسبلويتس منين سواء اونلاين او اوفلاين هكذا. بعد كده بنخش على ازاي تصلح الاكسبلويت دي، فبينزل لك اكسبلويت فيها مشكله وبيصلحها معاك هكذا يعني. بعد كده الويب اكسبلويتس برضه ازاي تعمل مع نفسك الفيكسنج ويب اكسبلويت بنفس الطريقه. بعد كده بيقول لك ازاي تنقل الملفات، الموديول بتاع فايل ترانسفير ازاي تنقل الملفات وهكذا ما بين التارجت والاتاكر ماشين. بعد كده الانتي فيروس ايفيجن بيديك شويه اساسيات، ايه هو الانتي فيروس، ازاي الانتي فيروس بيمسك الماليشيس كود، الكود اللي هو الضار يعني، ازاي احنا بنعمله باي باس هكذا. بس طبعا دي كلها بيزكس قوي في الايه في الايفيجن تكنيكس. بعد كده بيخش على البريف اسكليشن ويقول لك بيفهمك ايه هو البريف اسكليشن بشكل عام، لكن مش مديك صراحة في الموديول ده مش بيديك الموضوع بشكل وافي، فانت هتحتاج بقى من خلص الكورس دوت ان انت تذاكر لينكس بريف اسكليشن ويندوز بريف اسكليشن بشكل منفصل عن الكورس عشان تعرف تبقى عندك المفهوم الكامل لبريف اسكليشن وسيناريوهات تانية كتير جدا غير الموجودة في الكورس هتلاقيها بره، فانت لازم تذاكر اللينكس والويندوز بريف اسكليشن بره الكورس. بعد كده بيخش على الباسورد اتاكس، وبعد كده بيخش على الباسورد اتاكس بيديك فيها مثلا الورد ليستس وهكذا وكذا نوع من الباسورد اتاكس. وبعد كده بيخش على التانلينج بيديك فيها البورت فورورد والاس اس اتش تانلينج وبيديك كذا مثيل ليها تاني على الويندوز ازاي وهكذا. بعد كده بيخش على الاكتيف دايركتوري اتاكس انيموريشن اكسبلويتيشن هكذا. بعد كده بيخش على الموديول بتاع الميتاسبلويت، والموديول ده صراحة من أروع الحاجات اللي ممكن تشوفها عن الميتاسبلويت، لأن هو مفصل لك فيها الميتاسبلويت شغال ازاي وحاجات مهمة جدا، يعني انت بعد الموديول ده هتعرف الميتاسبلويت بالنسبة لك هيبقى حاجة سهلة جدا. بعد كده بتخش على الباور شيل امباير وبتفهم برضو ايه الشغل بتاعه كله. بعد كده بيخش على اخر موديول واهم موديول اللي هو الاسامبلينج ذا بيسز، ده بيجيب لك فيه لاب بيجمع لك كل اللي حصل في الكورس فوق بس في لاب واحد، وبيحل معاك اللاب دوت في الفيديوهات. فاللاب ده من اهم اللابات اللي انت لازم تحلها قبل ميعاد اللابات ما تخلص، عشان مثلا لو انت شاري شهر واللابات قربت تخلص فالحق حله قبل ايه ميعاد اللابات ما يخلص حتى لو انت لسه مخلصتش الكورس. فدي كده الماتيريال بتاعت الكورس، فخلينا نشوف ازاي نجهز نفسنا للكورس ده. طيب ايه اللي احنا محتاجينه عشان نقدر نشتري الكورس الـ OSP، وايه الاساسيات اللي لازم تكون عندنا عشان ناخد اكبر فايدة ممكنة من الكورس؟ اول حاجة الكورس اللي هو بين 100 بين 100 ده كورس الاساسيات اللي بتاخده قبل الـ OSP لو انت اشتركت في الاشتراك السنوي. الكورس دوت اوفنسيف عاملاه عشان
يأهل الشخص ان هو يخش الكورس الاس بي لو ما عندوش الاساسيات دي. طيب ايه هي الاساسيات دي؟ خلينا نشوفها مع بعض. هو اول حاجه بيديك البيزكس بتاعت لينكس وويندوز، بعد كده بيديك اساسيات برضو نتورك، فكره عامه عن النتورك، ويشرح لك شويه حاجات فيها، وبعد كده بيخش على السكريبتنج، يديك باش وبايثون وباور شيل، حاجات لازم دي تبقى عارفها، وبعد كده بيديك نتوركينج لللينكس والويندوز، وبيديك برضو كريبتوغرافي ويب ابلكيشن، وبعد كده بيديك برضو ترابل شوتينج واكتيف دايركتوري. لو انت معاك الحاجات دي كلها خش اشتري الامتحان على طول. طيب اللي مش معاه يعمل ايه؟ ترايها كمية عندها تراكات بتشرح فيها السكيورتي والبيزكس بتاعتها من الصفر، فالتراكين من التراكات دول لو خلصتهم هتبقى فاهم يعني ايه ماشين وازاي تتحرك فيها وازاي يعني ايه شيل والكلام ده كله، هتبقى فاهمهم كويس. فالتراكين دول هما ايه؟ البري سكيورتي والكومبليت بيجينر. فممكن نبص عليهم بسرعة. لو جينا هنا على البري سكيورتي، هو بيقولك ان هو اول حاجة هنا في السكشن بيقولك هنا ايه السايبر سكيورتي انترودكشن عنه، وبعد كده بيشرح لك ايه اساسيات نتورك. اساسيات النتورك دي انت هتحتاج بعد كده مع نفسك تزودها اكتر، لكن دول كافيين ان انت تبدأ تتحرك يعني، لكن بعد كده الافضل ان انت تزود اكتر عشان لو هتعمل اناليسيز بعد كده تشتغل في الاناليسيز، الباكيتس تفهمها اكتر ازاي، الحاجات دي كلها محتاج ان انت تفهم نتورك اكتر شوية. وانا هنا ما اعتقدش ان هو موفي فيها قوي، لكن دول هيبقى كفاية ليك ان انت تبدأ تتحرك وتفهم يعني ايه نتورك. بعد كده هيخش على الويب، يقولك ايه هو الويب، الدي ان اس، الاتش تي بي، ازاي الويب سايت بيشتغل، هكذا. بعد كده هيديك شوية اساسيات عن لينكس وشوية اساسيات عن الويندوز، ده في البري سكيورتي. طيب لو دخلنا على اللي بعده، الكومبليت بيجينر بيقولك ان هو هنا هيديك برضو انترودكشن وايه ريسيرشنج والكلام ده، وبعد كده اساسيات اللينكس هي دي نفسها اللي انت اخدتها في التراك اللي فات، فانت ممكن تعدي الحتة دي. النتورك الاكسبلويتيشن هنا هيديك ايه السيرفيسز دي، هيديك مثلا الاس اس اتش، الاف تي بي، الحاجات دي بيحصل لها اكسبلويت ازاي، الاس ام تي بي، هكذا يعني. هنا الويب هاكينج، اساسيات يعني الويب، يعني الويب هاكينج برضه ازاي الويب بيشتغل، دي انت خدتها في التراك اللي فات، لكن اللي تحت ده كله لما تاخده هتفهم اكتر واكتر. هنا هيديك مثلا 10 ثغرات مختلفة، هنا هيديك 10 انواع من الثغرات الاو اس بي 10 توب 10، ده يشرح لك فيها. هنا بعد كده هيخش هنا على الابلوف فولنربيلتيز مثلا، هكذا يعني هتبقى اتحركت دماغك بدأت تتحرك في الويب ازاي شغال وهكذا. بعد كده هيخش على الكريبتوغرافي، وبعد كده هنا هيقولك الهاشنج وازاي تكسر الباسورد، وبرضه هيديك حاجة عن الانكريبشن. بعد كده هيخش على الويندوز اكسبلويتيشن، هيديك اساسيات الويندوز، وبعد كده هيدخلك على الاكتيف دايركتوري بيزكس، هيديك بيزكس بتاعت الاكتيف دايركتوري، وبعد كده هيدخلك على ميتا سبلويت وبلو. دي ماشين سهلة جدا وكويس جدا انت تبدأ بيها، لانها الاكسبلويت بتاعتها ستريت فورورد، يعني هتعمل لها اكسبلويت على طول من غير ما مثلا بسكريبت واحد هكذا، ممكن تعدل عليه حاجة بسيطة، لكن هي ماشين سهلة جدا، فهي دي هتبقى حاجة كويسة ليك انت تبدأ بيها. بعد كده الشيل وبريف اسكليشن، هيشرح لك ايه هو الشيل من الصفر. الماشين دي حلوة جدا، بيشرح فيها الشيل بتفاصيله. بعد كده عندنا الكومن لينكس بريف اسك واللينكس بريف اسك. اللينكس بريف اسك دي برضو حلوة جدا للبريف اسكليشن. بعد كده دي 4 ماشينز، يعني في منهم سهل وفي منهم رخم شوية، لكن هتلاقيهم مثلا كينوبي عندي، هتلاقيها عندي في القناة محلولة، وفولنرستي فولنرستي هتلاقيها برضو عندي في القناة محلولة، وستيل ماونتن هنزلها قريب. المهم ان الحاجات دي سهلة جدا في ان انت تعمل لها اكسبلويت، وهو بيشرح لك ازاي تعمل لها اكسبلويت، وانت ممكن تتفرج على رايت اب ليها برضو لو انت ما فهمتش ازاي بتحل بالظبط. لكن بعد ما تخلص الحاجات دي كلها هتبقى انت مؤهل او فاهم ازاي الماشينز بتشتغل، ازاي انا بخش على الماشين، اول ما بخش على الماشين بعمل ايه، الحاجات الاساسيات خالص يعني. الماشينز دي كلها ماشينز سهلة. بعد كده بعد ما تخلص بقى التراكين دول هتقوم رايح على الهاكزا بوكس. في الهاكزا بوكس هنا الليسته الثالثه بيقول لك كاتب لك ماشينز، الماشينز دي قريبه من الماشينز بتاعه الاو اس بي، وفي الواقع هي اقوى منها. لو بصينا على الليسته دي من هنا كده هنلاقي في عندنا ايه، هو مقسمها ازاي. اللي عامل الليسته دي اولا تي جي نال، فهو عامل الليسته دي ومعظم الناس ماشيه بيها، وهي فعلا الليسته الماشينز بتاعتها قريبه من الاو اس بي ماشينز.
واللي بيعرف يزودها بيبعت له ماشين وهو يحطها او لا حاجة ترجع له، لكن هي الليستة جميلة يعني. فالمهم خلينا نبص هي متقسمة ازاي. هي لينكس بوكسز، هنا هتلاقيها ويندوز بوكسز، وبعد كده هنا حاجات اصعب من الاو اس بي، ودي موجودة هنا، الحاجات اللي هنا دي موجودة هنا. فالمهم يعني لو بصينا هنا، انت اول ما تخش ممكن تخش على لينكس مثلا ماشين سهلة، تخش على ليم مثلا، هنا تخش مثلا على ليجاسي بلو، الحاجات دي دي ماشينز سهله جدا. حل فلتر، ممكن لما تخش على اكزا بوكس تفلتر الماشينز باللي هي اسهل حاجه، وتبدا تحل الماشين من الاسهل للاصعب، وبعد ما تخلص كل ماشين تقرا ليها رايت اب، كذا رايت اب، تتفرج ليها على فيديو واتنين وتلاته انجليش وعربي. انا عندي في القناه الفيديوهات دي هتخلصها كلها قريب ان شاء الله، وانا بالفعل عامل منهم ماشينز. وبرضو من اقوى الرايت ابس اللي ممكن تقراها هي لواحد اسمه زيرو اكس دي اف، الرايت ابس بتاعته رائعه جدا، انصح الجميع ان هو يقراها لانها دقيقه وبيشرح كأن اللي قدامه مش فاهم اي حاجه. طريقته جميله وبيكتب بتفاصيل وبيكتب بحاجات برضو مختلفه لما يكون الماشين ممكن الواحد ان هو يكتب حاجه فيها مختلفه، فانا بنصح بيه جدا يعني. المهم خلينا هنا، فانا عندي هنا الماشينز دي متقسمه ايه، قلنا لينكس وويندوز، وبعد كده ايه المور تشالنجينج. الماشينز برضو اللي انا بنصح بيها ان هي من هنا دي، وانا مش مقتنع ان هي المفروض تكون هنا يعني. ماشينز زي ساونا، كويرير، بلاك فيلد، اتوم، الماشينز دي انا شايف ان هي المفروض تكون في الماشينز الاساسيه اللي المفروض الواحد يشتغل عليها، مش اصعب قوي من او اس بي يعني. الواحد المفروض برضو يتعامل معاها ويشتغل عليها، هتفيده كتير يعني. طبعا الامتحان بيبقى معظمه لينكس، فانت ما تهملش اللينكس لان الامتحان مليان لينكس. والماشينز عموما الموجودة بشكل عام مليان لينكس، سواء على اكزا بوكس سواء على اوفنسيف، هتلاقي الاكتر دايما لينكس. هنا بقى في الليستة لو بصينا هنلاقي في عندنا كذا مكان تاني. طيب فالن هاب طبعا كلنا عارفينه، اتكلمنا عنه في اول الفيديو. دي الماشينز بتاعته، دي الماشينز اللي انت ممكن تحلها فيه ببلاش. وبروفينج جراوند ده اللي هو البراكتس، دي الماشينز برضو اللي عندهم. طبعا هي ملهاش رايت اب، فانت ميزتها برضو ان انت تقدر تحلها تختبر نفسك هكذا. فدلوقتي لو انت حليت من الليسته دي نقول مثلا 70%، يبقى انت كده وصلت المرحله ان انت خلاص فاهم بقى ايه هي الماشين، وفاهم عديت على ثغرات كتير، عديت على اكسبلويتس كتير، فاهم الايه الدنيا بقت ماشيه ازاي. ساعتها هتلاقي هتحس ان انت قادر تشتري الكورس، فساعتها هتخش على طول ايه تشتري الكورس وتبدأ تذاكر المادة وتحل اللابات بتاعتها وتحل الاكسرسايزز والكلام ده كله هنخش عليه دلوقتي. لكن قبل ما تشتري الكورس الافضل ان احنا نعدي على التراك ده، ده هيعلي السكيلز بتاعتك وهيخليك قادر تاخد فايدة اكبر من الاو اس بي. هتقول اه انا في الحتة دي عديت عليها، بس انا مكنتش عارف ان الاس ام تي بي ممكن اعمله اسكان بالطريقه دي، او ان انا ممكن اعمل له انيميشن بالطريقه دي، او مثلا مش عارف ايه ممكن مثلا الاكتيف دايركتوري في مثلا الحته دي ما كنتش عارفها هكذا. فبالتالي لما تخش الكورس هتلاقي نفسك عرفتها، فهتعرف اه سددت في مشكله عندك. فانت كانك بتخبط بره، بس طبعا بتخبط بفهم برضه، لان انت عديت على حاجات شرحت لك التفاصيل. فلما تخلص الماشينز هتلاقي نفسك لما تخلص 70 ماشينز هتلاقي برضو لسه في عندك مشاكل، فلما تخش على الكورس الكورس هيحل لك المشاكل دي. فساعتها مش هتلاقي الموضوع بقى الفايده بتاعته اكبر، والحاجه اللي انت بتاخدها اكتر، الفايده اللي بتخش في دماغك اكتر بكتير جدا من اللي انت ممكن تاخدها لو انت ما خدتش التراك ده قبل ما تخش. لكن طبعا مفيش حاجه في الدول الالزاميه دي، كلها احنا بنقول افضل وانت ليك الاختيار، قرار قرارك في الاخر. طيب انا خلصت التراك ده وعايز اشتريه، خلينا نشوف بسرعة ازاي نسجل ونشتري الكورس. خلينا الاول نبص على نظام الاشتراك السنوي وازاي موجود على الموقع نفسه. في الاول هو بيقول لك الباكج الاساسية اللي تبقى موجودة هي البين 100، وبعد كده الكي ال سي بي، وبعد كده عندك الوايرلس اتاكس، الكورس اللي هو بين 210، وبروفينج جراوند براكتس، والاكزام مرتين مع الليرن 1 او unlimited مع اللي هي ليرن انليمتد. لو نزلنا تحت هنا هنلاقي ان هو بيقول لنا في ان الكورس بتاع ال EWE اللي هو ويندو ادفانسد ويندوز اكسبلويتيشن اللي هو ال OSEE، بيقول لك ان هو بيتدرس بس في اللايف ايه كلاسز. فخلينا نشوف هنا عندنا ايه في الليرن 1 والليرن انليمتد. ده الليرن 1 سعره
2499، والتاني سعره 5499. وبعد كده عندنا هنا الكورسز اللي موجودة في الباكج، هي اللي قلنا عليها اللي هو الاو اس سي بي والاو اس اي بي اللي هو الافيجن تكنيكس والويب، وبعد كده الكورس بتاع الماك، وبعد لا ده مش بتاع الماك، ده الكورس بتاع الاكسبلويت ديفلوبمنت اللي هو ال 301 و 312 اللي هو بتاع الماك، اللي هو السيرتيفيكيشن بتاعته اسمها تقريبا او اس ام ار حاجه كده، ماك او اس ريسيرشر. المهم عندنا في الليرن 1 ليك بس ان انت تختار كورس واحد من دول تاخده، هنا ليك ان انت تاخد كل دول عادي زي ما قلنا في الاول. بعد كده عندنا اللاب اكسس لمدة سنة، ودي حاجة حلوة جدا في الاتنين. البروفينج جراوند للبراكتس برضو لمدة سنة، في الاتنين موجودين. وبعد كده الكورس دوت اللي هو بين 100 بتاع الاساسيات اللي هي اكسس عليه، وبعد كده الكورس اكزام اللي هو بتاع اللي انا اخترته اللي انا مختاره هنا اللي هي مرتين عليه في اللي هو 2000 اللي هو ليرن 1، وانليميتد في اللي هو 5000. بعد كده عندنا الكي ال سي بي اللي هي مرة واحدة ليها، والتاني في الانليميتد اللي هي عدد غير محدود في ان ادخل الامتحان، نفس الكلام على الوايرلس اتاك. والريتيك ان انا اخد امتحان مرة زيادة لما اخلص دول، يعني بكام؟ ب $249، وده مبلغ مش صغير خالص. فبالتالي في الانليميتد مفيش طبعا، لان هو انت ليك عدد غير محدود من الامتحانات. فده كان ايه نظام الاشتراك ده، لو انت هتشترك فيه ممكن مثلا تشترك في دوت وتشتري الاو اس سي بي، او في طريقة تانية ان احنا نشتري الاو اس سي بي. هنا من على الصفحة لو نزلنا في صفحة الاو اس بي نفسها، صفحة الكورس، هنلاقي في عندنا 3 طرق نشتري بيها، في الباكج دي، وفي السبسكريبشن، وفي الاوفسيك اكاديمي. دي سيبنا منها، خلينا فين؟ في الباكج. احنا السبسكريبشن شفناه وفهمناه دلوقتي، خلينا نشوف الباكج دي انظامها. لو نزلنا تحت خالص هنا الكورس ايه برايسنج، انت ليك 30 يوم زائد لاب اكسس زائد ايه فلوس الامتحان بايه $1000، يعني نقول $1000. يعني الباكج اللي بعديها اللي هي 60 يوم مع الامتحان، واللي بعديها 90 يوم مع الامتحان. بعد كده في السبسكريبشن ايه اللي اتكلمنا عليها، طبعا سعر الريتيك زي ما هو في كل الامتحانات. طيب لو انا دلوقتي اشتريت مثلا ده 60 وعايز ازود وقت اللاب، ده سعر اللابات اللي اقدر ازوده بيها، ده سعر اللابات اللي اقدر ازود بيه. يعني لو انا شاري مثلا 30 وعايز ازود 30 يوم هدفع المبلغ ده، لو انا شاري 90 وعايز ازود 30 يوم برضه هدفع نفس المبلغ. يعني فهو دلوقتي بيقول لك انت جاي تشتري، انا جاي اشتري، يلا اعمل ريجستر، ادوس عليه، هيدخلني ايه على الصفحة دي. في الصفحة دي انا بختار الكورس عادي، البنتريشن تيستينج، بختار الكورس، عندي هنا كذا كورس ممكن اختاره. وبعد كده بكتب الاسم عادي، الكومباني اسيبها فاضية، اكتب الايميل بتاعي واكتب ايميل تاني، واختار ايه الكانتري والعنوان بتاعي والكلام ده كله. بعد كده ادوس ايه اي كونفيرم. طيب لو جيت هنا اخترت ايجيبت، لو بصينا على ايجيبت فهو هنا بيقول لك ان في البلد اللي انت اخترتها دي فيها فاير وولز، يعني جدران حماية، وهم مش هيقدروا يحلوا المشكلة بتاعتها. فبالتالي هم هيبعتوا لك بعد ما تخلص تسجيل الباكج اللي فيها الفي بي ان بتاعك، فانت تعمل تيست عليه، هتعمل تيست وتحاول تكونكت على الباب بتاعتهم، اذا اشتغلت تمام خلاص ما تكلمهمش واستنى لحد اليوم الستارت ديت بتاعك. لكن لو حصل مشكله وانت ما عرفتش تحلها، فانت بالنسبه لهم مؤهل ان انت تعمل ريفاند، يعني تسترد فلوسك تاني بسبب مشكله الاتصال ما بينك وما بين اللابات بتاعتهم، فساعتها تقدر تكلم الميل وتسترد فلوسك تاني. بس لازم قبل ما ميعاد الدورة ما يجي. ايه هو ميعاد الدورة ده؟ هنعرفه قدام دلوقتي. بعد كده بعد ما تخلص كل ده هندوس نيكست. بعد كده عندنا ستيب 2. ستيب 2 هتلاقي عندك بيقول لك اختار الباكج سواء 30 يوم او 60 يوم او 90 يوم، وكل واحدة سعرها جنبها، والمجمل التوتال ايه هتلاقيه هنا تحت. وفي الاخر اختار اليوم اللي هتبدأ فيه الكورس. اليوم اللي هتبدأ فيه الكورس ده معناه ان انت دلوقتي بتشتري كورس، بتدفع دفعت الفلوس بعد مثلا النهارده مثلا يوم 1/10، يوم انت هتحدد هنا في الستارت ديت، قول انا عايز ابدا الكورس بتاعي يوم 20/10، يوم 30/10 لو متاح عندهم اختاره، وبناء عليه انت اليوم ده هتستلم فيه الكورس وهيبقى ليك اكسس على اللابات.
لكن دلوقتي انت بعد ما تخلص نيكست هيبعت لك الكونكشن، تعمل تيست على الكونكشن اذا كان في بينك وبين الباب بتاعتهم كونكشن ولا لا. بعد لو تمام خلاص ما تكلمهمش واستنى لحد لما تستلم ميعاد الكورس. بعد كده لحد يوم لحد اليوم اللي انت حددته هتستلم فيه الكورس، وبعد كده هتستلم مع الكورس اللينك اللي فيه الكنترول بانل اللي هو اللي عليها اللابات واللي لسه هنشرحها كمان شوية. فده ازاي تدفع، هو موضوع بسيط خالص، انا بس حبيت ايه اعدي عليه امر عليه كده سريعا يعني. طيب خلينا نشوف ازاي التيست بتاع الكونكشن ده بيحصل. هو بيبعت لك باكج رار فايل او تار فايل زي ما هو معمول هنا كده، فانت بتفكه بالكوماند ده، وبعد كده بتكتب سودو اوبن في بي ان مثلا، ده الفي بي ان لو ده الفي بي ان اللي انت هتستخدمه، وتشغل معاه ده، وتكتب الايه اليوزر نيم والباسورد اللي جالك في الايميل، لان انت دلوقتي بقى ليك يوزر نيم خاص بالاوفنسيف سكيورتي وليك باسورد خاص بيه تقدر تخش بيه على الفورمز هناك، وتقدر تشتغل بيه في اي حاجه تبع اوفنسيف داخليا يعني في الشركه. فبالتالي انت ليك اسم معين وليك رقم معين بعد الاو اس، ده اسمه الاو اس اي دي. فبالتالي بعد ما تفك دي هتلاقي ايه، خلاص عملت الاوبن في بي ان واشتغل معاك تمام. عشان تتاكد ان التست شغال هتعمل بينج على الاي بي ده، لقيت البنج بينا لقيت البنج شغال بينك وبينهم، الكونكشن بينك وبينهم ستيبل، يبقى تمام. برضو في تفاصيل اكتر في الجايد ممكن تخش تقراها اول ما تستلم الموضوع، ما تعتمدش بس على الفيديو، لا لازم تقرا الجايد انت بنفسك كامل. ده بالنسبه للتست كونكشن. في حاجات مهمه لازم اعملها واعرفها قبل ما اشتغل على الكورس. اول حاجه اول ما تستلم الكورس وتعمله داونلود لازم تاخد له باك اب. تاني حاجه اختار فيرتشوال ماشين كويسه، الشركه بتبقى بعتها لك نسخه في ام قديمه شويه، بس هم بالنسبه لهم هي دي النسخه اللي ممكن يعملوا لها سبورت لو قابلتك معاها مشكله يعني او حاجه. بس انت اختار الماشين اللي انت بترتاح معاها في شغلك العادي، انت هتبقى قبليها اتعاملت مع اكزا بوكس فاكيد في ماشين شغال فيها، فانت اختار ماشين كويسه عشان الماشين اللي هتبدا بيها الكورس الافضل ان تخش بيها الامتحان، لان انت بتبقى حاطط عليها التولز والحاجه بتاعتك اللي شغال بيها، وتبقى ماشين مهيئه وعلى الاغلب بتبقى ستيبل بالنسبه لك. ما تجيش يوم الامتحان تعمل ماشين جديده، لان الماشين الجديده دي ممكن تضرب منك مثلا، ممكن يحصل فيها مشكله ايا كانت ايه هي، بس ممكن يحصل لك حاجه مفاجاه لو حطيت ماشين جديده يوم الامتحان. فانت الافضل انت بتجهز ماشين اول ما تشتري الكورس، بتجهز ماشين وتفضل شغال بالماشين دي لحد يوم الامتحان، عشان تبقى الماشين بالنسبه لك انت عارفها وفاهم ايه المشاكل بتاعتها، ومش هيحصل لك فيها حاجه مفاجاه. تالت حاجه الكاريت فولدر، والفولدر ده تستخدمه ان انت تخزن فيه السكريبتات والباينريز والاكسبلويتس اللي انت بتقابلها كل شويه، او التولز اللي انت بتقابلها كل شويه، وتخزنها فين في الفولدر ده عشان بعد كده تعرف ترجع لها بسهوله، وتبقى عارف ايه التول الكويسه وايه التول مش كويسه، ايه الباينري اللي شغال معاك كويس وايه الباينري اللي مش شغال معاك كويس. مثلا ميمي كاتس، انت مثلا منزل ميمي كاتس فيرجن كذا وفيرجن كذا وفيرجن كذا، فانت الكذا فيرجن دول انت حاططهم برضو في فولدر، في الفولدر ده ومقسمهم، فالفولدر ده هيبقى بيحتوي على كل حاجه بتاع يعني كل حاجه فيها كود. رابع حاجه حط لنفسك استراتيجيه عشان تخلص بيها الكورس في ميعاد محدد، والتزم بالمواعيد اللي انت حطها لنفسك. يعني مثلا انا عندي كذا موديول، الكذا موديول دول انا هخلصهم، هاخد كل يوم موديول، او مثلا هاخد كل 3 ايام موديول واحد بالشغل بتاعه، فمثلا انا هحتاج كده قد ايه كذا. فحط لنفسك خطة للكورس ازاي هتخلصه عشان تقدر تشتغل على اللابات بعد كده. خامس حاجة اعمل كل الاكسرسايزز وحل 10 لابات على الاقل، واكتب الرايت اب بتاعهم، لان الاكسرسايزز كاملة بالرايت اب بتاعها طبعا، ومع 10 لابات بيدوك 5 بوينت زيادة ممكن ينفعوك في الامتحان. سجل اي تكنيك جديد بتلاقيه واي حاجة جديدة بتتعلمها من اي ماشين دخلت عليها، عشان بعد كده تعرف ترجع لها وتعرف خطوات تطورك بقت عاملة ازاي. الكلام ده مش بس على الـ USB، لأ على الماشينز اللي انت بتتعامل معاها عموما، حتى في هاكزا بوكس قبل ما تشتري الكورس. اي اوتوميتد اكسبلويت، اي بي او سي قدامك قبل ما تنفذه حاول تعمله مانيوال الاول، حاول تقرا السكريبت، اقرا دايما كل الاكسبلويت، اي اكسبلويت يجيلك اقراه كله وافهمه كويس، وبعد كده حاول تعمله بشكل مانيوال
ما عرفتش اعمله اوتوميتد، بعد كده حاول تاني تعمله بشكل مانيوال، اعرف ازاي شغال، اعمل له انترسبت بالبيرب، اعمل اي حاجه، المهم تفهم ازاي ازاي الاكسبلويت دي شغاله، ونفذها بايدك من غير اي اوتوميتد تول، وبعد كده نفذها بالاوتوميتد تول وانت فاهم هي ازاي شغاله. طبعا ده هيعلي مستواك في فهم الاكسبلويتيشن بشكل عام، وكل شويه هتتعلم اكسبلويت جديده وطرق جديده هكذا. يعني ما تحملش على طول واحده، يعني مثلا في الامتحان ما تقولش انا هستخدم مثلا ان ماب اوتوميتر، ممكن ان ماب اوتوميتر ما تطلعش معاك كويسه، فمثلا شوف طول تانية مختلفه هكذا. وفي شغلك العام يعني مثلا ما تقولش انا هعمل بس سكان بالان ماب، يعني ما تحملش بس على ان ماب، لا ممكن تلاقي طول تانية جابت لك حاجه مختلفه، نتيجه مختلفه هكذا. خلي الكيرنل اكسبلويتس اخر حاجه تدور عليها، الاول اعمل مانيوال انيموريشن واعمل اوتوميتد انيموريشن، دور في الفايلات والفولدرات بايدك، دور على كود مستخبي، دور على باسوردات، دور على كذا كذا كذا، لحد لما تلاقي الدنيا كلها سدت معاك، ممكن تبدا تحاول تنفذ كيرنل اكسبلويتس وتشوف هتبقى تشتغل معاك ولا لا. كل اليوزر نيم والباسوردز والهاشز اللي انت هتلاقيها على اللابات اللي انت شغال عليها، سجلها عندك في جدول او سجلها عندك في اي دوكومنت بحيث تعرف ترجع لها بعد كده، لان انت الهاشز دي هتحتاج لها في الريبورت. اللاب بتاع الساند بوكس اللي هو الاسمبلز بيسز، اللي هو اللاب اللي قلنا عليه في اخر الكورس خالص، اللي هو الراجل بيحله معاك ده، حاول تحله قبل ما ميعاد اللابات يخلص، حتى لو انت مخلصتش الكورس، لانه لاب هيفيدك في فهم كل حاجة، حتى يعني لان انت بعد كده يبقى عندك فرصة ان انت تذاكر الكورس براحتك، بس اللاب مش هيبقى عندك فرصة ان انت تحله تاني. دي الفكرة. اللاب ستراكشر، ايه النظام بتاع اللاب؟ يعني اللابات متقسمة ازاي عند اوفنسيف؟ اول حاجة انت لما تستلم الفي بي ان من عندك، انت الستودنت، ده الستودنت وده الفي بي ان بتاع اللي بيوصلك على الشبكة بتاعت اوفنسيف، فدي البرايفت البرايفت ستودنت سيجمنت، دي بيبقى الويندوز كلاينت، ده ويندوز انت بتشتغل عليه، وعندك لينكس، وعندك دومين كنترولر، ده عشان تاكسسه لازم تاكسسه بتانل من واحده من دول، جهازك لازم ياخد تانل من الجهاز ده على ده. بعد كده عشان تخش على الاجهزه العاديه، اللابات بقى اللي انت بتشتغل عليها، دي اللابات اللي انت بتشتغل عليها، وبعد كده هتلاقي في عندك 3 ديبارتمنت جوه، دول عشان تاكسسهم بتحتاج تاخد هاش تاني من اللابات اللي انت بتحلها. يعني انت وانت شغال على اللابات هتلاقي في مثلا بروف دوت تكست، في هاش تاني بيبقى موجود في بعض الماشينز، مش في كل الماشينز، الهاش ده بيدي لك اكسس على ايباد جديدة، الايباد الجديدة دي هي اللي بتوصلك للكلام ده للديبارتمنتس دول. الساند بوكس، الساند بوكس ده هو اللاب اللي هو في اخر الكورس. طيب خلينا نشوف الكنترول بانل شكلها عامل ازاي. دي الكنترول بانل بيبقى شكلها عامل كده، ده لحد تاريخ 24 سبتمبر 2021، اهو زي ما هو معمول في الصورة، الصورة دي على النت من على الموقع نفسه. ده الكنترول بانل، عندك هنا هتلاقي فيه ماي كلاينت، ماي كلاينت ده هتلاقي فيه اللي احنا قلنا عليه الويندوز دومين سيرفر، وهتلاقي عليه ويندوز 10، وهتلاقي عليه ديبيان، الديبيان ده اللي هو اللينكس يعني. كلهم ليهم نفس الباسورد اللي هو لاب، اليوزر نيم بس بيختلف ساعات، في الدومين بيبقى اسمه ادمنستريتور وافسك وجيف ادمن، الويندوز 10 هتلاقي عندك ادمنستريتور وادمن وافسك وستودنت، واللينكس هتلاقي نفس الكلام برضو ستودنت وروت. ده بالنسبه للماي كلاينت، ماي كلاينت دول هم اللي انت بتستخدمهم مع الكورس، يعني في الكورس مثلا بيقول لك تعالى اعمل سيكوال انجكشن، سيكوال انجكشن دي هتعملها على اني لاب، على هنا هتلاقي هنا في لاب مثلا هتنفذها عليه، اي ثغره انت بتنفذها بتنفذها على اللابات دي على طول. طيب لو انت عايز تشغل اي ماشين منهم، عندك الحته بتاعت سيلكت اي بي، هتختار مثلا لو انت عايز تشغل ويندوز 10 هتفتح القايمه وشوف اخر اي بي لاخره 10، وهو ده هيبقى الاي بي بتاع الويندوز 10. لو مثلا طيب انت عايز تفتح اللينكس، هتشوف اخر اي بي اخره 44 وتختاره من ايه السيلكت اي بي، بعد كده تبدا تتعامل معاه. بعد كده تلاقي عندك البابليك سيرفرز، البابليك سيرفرز دي هي الماشينز اللي انت بتبدا تعمل اتاك عليها بعد ما تخلص الكورس، بيديك بقى ماشينز زي هاكس بوكس كده ولا تخش عليها، بيديك بس الاي بيات بتاعتها وانت تبدا تاتاك عليها واحده ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعه، عندك اكتر من 70 ماشين ممكن تاتاك عليهم. الريفرت ماشين، لما الريفرت دي زي هاكس بوكس مثلا او زي تراي هاك مي، لما بتيجي تعمل ان هو ايه بيعمل ريفرت للماشين، يعني بيعمل ريسيت للماشين كلها،
بيصفرها كلها، اي حاجه عليها تتمسح ويبدا يشغلها لك من اول وجديد. هو بيبقى كاتب لك هنا عدد الريفيرت ايه اللي ممكن تعملها في اليوم. بعد كده هتلاقي فيه التابه بتاعه ساند بوكس، ده اللاب اللي قلنا عليه. وبعد كده هنا السبنت كيز، احنا قلنا فيه هاشز تانية موجوده غير الهاشز بتاعه البروف كيز. الهاشز دي هي اللي بتدخلك على الشبكات التانية اللي هي دول اللي هما الديبارتمنت والديفلوبمنت والادمنستريتيف والكلام ده. عشان تفتح دول لازم تحط الهاشز دي في السبنت كيز، هتفتح لك اي بيات تانية جديدة. بعد كده البروف كيز هي اللي بتحط فيها البروف تو تكست العادية اللي بتلاقيها على اللابات. ده اللابات بشكل بسيط، ودي فكرتها. يعني ازاي نجهز نفسنا للامتحان؟ اول حاجة لازم نعمل براكتس على البفر اوفر فلو. في روم جميلة جدا في تراي هاك مي اسمها OSP Buffer Overflow حاجة كده. هحط لكم اللينك بتاع كل حاجة بقولها في الفيديو ده تحت الفيديو، فانتوا هتلاقوا اللينك بتاعها تحت الفيديو برضو. الروم دي فيها شوية تكنيكس وشوية حاجات ممكن تستخدمها، وفيها براكتس حلوة جدا للبفر اوفر فلو وكذا نوع من البفر اوفر فلو، يعني كذا ابلكيشن هتعمل عليه بفر اوفر فلو. فهي دي اعملها وخلاص، انسى وانسى بعد كده الاوفر فلو، شيلها من دماغك. الموضوع بسيط، ذاكر لينكس ويندوز بريف اسك خارج الكورس، يعني ذاكرهم مع نفسك بره بعد ما تخلص الكورس على طول. اعمل ابديت للسيرش اسبلويت، ريح يوم كامل قبل الامتحان، افصل خالص، ما خروج اتمشى اعمل اي حاجة، ما تذاكرش خالص في اليوم اللي قبل الامتحان ده. بعد كده نام بالليل ليلة كاملة كويس عشان تبقى فايق يوم الامتحان. وانا انصح صراحة بالدخل ان انت تخلي الامتحان الساعة 6 الصبح، لكن في الاخر انت كل واحد اضرب وقته والوقت اللي اريح ليه، لكن 6 الصبح بتبقى دايما بتبقى صاحي فايق وكده. يعني اعمل تست الكاميرا بتاعتك عشان الامتحان طبعا متراقب، فلازم الكاميرا بتاعتك تعملها تست شغالة على البراوزر اللي انت هتشتغل عليه ولا لا. ممكن لو مش شغالة جرب مثلا على براوزر تاني، زي يعني اللي انت لو هتشتغل على كروم جرب الكاميرا، ما اشتغلتش جرب على الفايرفوكس، ولازم في ابلكيشن بتسطبه على كروم، او ممكن تشتغل فايرفوكس على طول من غير ما تسطب الابلكيشن ده. اقرأ كل الرولز والجايد بتاعت الاكزام من الموقع يوم اللي قبل يوم الامتحان عشان تشوف لو في حاجة جديدة ضافوها ولا لا. دي النقطة اللي جاية دي مش لازم، بس انت يعني هي أأمن ليك شوية، عشان لو ماشين قفلت منك كاري شير فولدر ما بينك وما بين الهوست ماشين، ما بين الكالي والهوست ماشين عشان تحط فيه الحاجة، بحيث الماشين لو قفلت مرة واحدة الحاجة اللي انت كاريتها، الملفات اللي انت سبتها، السكانز والحاجات دي كلها ما تروحش منك وتبقى موجودة على الهوست، وتقدر تشغل الماشين تاني بعدين. الاكزام ريستريكشنز، ايه الحاجات الممنوعة في الامتحان؟ اول حاجة طبعا السبوفينج ممنوع، ممنوع تستخدم اي حاجة برو زي ميتاسبلويت برو، بيربل برو، اي حاجة مدفوعة يعني. ممنوع تستخدم اي حاجة بتعمل اوتوماتيك اكسبلويتيشن زي مثلا سيكوال ماب هكذا، الفولنربيتي سكانر زي النيسوس، اوبن فاز، الحاجات دي كلها ممنوع تستخدمها. بس برضو هو سامح لك بحاجات تانية زي ال nmap والنكت والحاجات اللي هو ذاكرها في الكورس، طبعا مش كلها يعني، بس يعني زي ال nmap ده حاجة أساسية انت ما ينفعش ما تستخدمهاش. طيب نقطة عامة، الشركة هي مش مسؤولة ان هي تقعد تقول كل شوية على طول معينة ان دي ممنوعة او لا، هي نقطة معينة وحطها في دماغك. اي طول بتحتوي على اي فانكشن بتعمل اوتوماتيك اكسبلويتيشن، يبقى التول دي لو شغلتها على اي ماشين، الماشين دي كلها السكور بتاعها هيروح منك بشكل كامل. طيب الميت اسبلويت كله ممنوع؟ لا مش كله ممنوع. اولا الميت اسبلويت مسموح ليك بيه ان يعني انت تشتغل بيه على ماشين واحدة كل حاجة، لكن بقية الماشينز ما ينفعش، بس ينفع معاهم حاجة تانية اللي هي ام اس فينوم، ان انت مثلا تكريت بيلودز ولا حاجة، والباترن كرييت اند الباترن اوفست، دول عشان البفر اوفر فلو، فانت دول بتستخدمهم برضو معاهم. دلوقتي انا خلصت الكورس، خلصت اللابات، راجعت عليها كويس، ذاكرتها، طلعت النقط المستفاده، ذاكرت الويندوز واللينكس بريف اسكليشن، راجعت على البفر اوفر فلو ذاكرتها كويس من تراي هاك مي، عملت كل الحاجات اللي انا اقدر اعملها، ودلوقتي عايز اسجل على الامتحان. اول حاجه لازم نعرفها ايه هي تقسيمه الامتحان. الامتحان مدته 24 ساعه او 23 ساعه و45 دقيقه للدقه. عدد البوينتس بتاعته او النقاط 100
نقطة. عشان تعدي لازم تجيب 70. الماشينز اللي عندك في الامتحان 5، الامتحان ما فيهوش اي رايتنج، الامتحان كله عملي، فانت عندك 5 ماشينز لازم تجيب فيهم الادمنستريتور او الروت عشان تاخد الدرجة كاملة. او لو جبت مثلا اللوكال يوزر هتاخد نص الدرجة. اول ماشين هي البفر اوفر فلو، دي عليها 25 نقطة، ودي تعتبر اسهل ماشين موجودة، وانت ما تشيلش همها، انت بس اشتغل على نفسك كويس فيها في الوفر اوفر فلو بره، وبعد كده اول ما تخش هتلاقي الموضوع بسيط جدا معاك. تاني ماشين هي اصعب ماشين في الماشينز دي كلها، وعليها 25 درجة. ومش معنى ان انا بقول ان هي اصعب هي بقى لازم تبقى هي صعبة، لا، هي ممكن تكون بالنسبة لك سهلة، ومثلا ماشين تانية ميديم تبقى هي بالنسبة لك اصعب واحدة فيهم متعرفش تحلها، او مثلا ماشين تانية ايزي متعرفش تحلها مثلا فيها مشكلة، فانت ونصيبك يعني. تالت ورابع ماشين دول ماشينز ميديم، ممكن تلاقي واحدة منهم ويندوز وواحدة لينكس على حسب، ما اعرفش، ممكن كلهم ويندوز، ممكن كلهم لينكس، يعني هي ملهاش يعني ما فيش نظام معين، انت بتخش واللي بيجي قدامك بتحله. فعندك الميديم ماشينز دول 20 بوينت لكل واحدة فيهم، وبعد كده عندك اخر ماشين واللي هي اسهل ماشين اللي هي عليها 10 بوينت، بيكون الاكسبلويت فيها سهل جدا. وقت الامتحان، اول حاجة لازم تعرفها الامتحان في مكان من اختيارك، يعني ممكن تعمله في البيت، ممكن تعمله في اي حتة، لكن اهم حاجة ان يكون المكان مقفول ويكون فاضي ومحدش يكون معاك فيه. بس طبعا ممكن حد يدخل عليك، لكن هو هيسجل ان هو دخل عليك، فمش صح ان حد يدخل عليك. انت تقدر تاخد استراحات وقت ما انت عايز، بس هتبلغه انت عايز تاخد استراحة وهتطلع. مهما كان وقت الاستراحة انت حر. الكاميرا، انت مش محتاج اكتر من كاميرا واحدة، اهم حاجة ان الكاميرا دي تقدر تبين الهوية بتاعتك او البطاقة بتاعتك او الباسبور بتاعك ايا كانت، المهم ان تبينها بجودة عالية. وبرضو هي اللي هتعمل بيها اسكان على الأوضة كلها، يعني هيقولك وريني الأوضة كلها بالكاميرا. عدد الشاشات تقريبا اقصى عدد 4 شاشات، لكن برضو انت ممكن تتأكد قبل يوم الامتحان. ده بالنسبة لشكل السيت اب. طيب، في حاجات كده لازم نبقى عارفينها ويفضل ان احنا نعملها لانها هتريحك كتير. اول حاجة خش الامتحان بدري، تلت ساعة او نص ساعة لو تقدر، وخليك جاهز ان هو يكلمك على طول، لان هو اول ما يكلمك خلص معاه كل حاجة قبل ما ميعاد الامتحان ما يبدأ، عشان لو بدأت في وقت الامتحان هيسحب من وقتك، لكن لو دخلت قبل كده هو هيكون موجود ومستنيك عشان تخلصوا الاجراءات بتاعة البطاقة وسكان الأوضة والكلام ده كله. طبعا اشهر نقط معروفة اول ما تخش الامتحان، اشتغل على البفر اوفر فلو، وخلي في الباك جراوند اوتوميتد تول مثلا زي ان ماب اوتوميتر او اوتو ريكون او اي تول تانية انت عايزها، تعمل سكان على بقية الماشين، او لو جهازك فيه او لو جهازك مش قوي ممكن تخليها تعمل على ماشين واحدة. خد بريك بعد ما تخلص كل ماشين، خلصت البفر اوفر فلو خد بريك ربع ساعة 10 دقايق اللي يريحك، بس لازم تاخد بريك، اطلع شم هوا وارجع. حط وقت محدد لكل ماشين، يعني الماشين ما قول لو لقيت ماشين اخدت منك مثلا اكتر من 3 ساعات او اكتر من ساعتين، قول لا انا كده هوقف واخش على ماشين تانية. خلصت الماشين التانية او خلصت كل الماشينز وعاوز ترجع لها تاني، هتلاقي لسه في عندك وقت لان انت قسمت وقت الماشينز، لكن ما تخليش مثلا ماشين واحدة تاخد منك 6 ساعات، لا، قسم الوقت على كل الماشينز، ادي كل ماشين وقتها، وبعد كده اتبقى معاك وقت ارجع للماشين اللي انت سبتها، او ادي لكل ماشين مثلا ساعتين وخش على اللي بعدها. لو الساعتين خلصوا والماشين دي لسه ما خلصتش فيها حاجة، خش على اللي بعدها، خلصتها خش على اللي بعدها، خلصتهم كلهم هتلاقي نفسك عندك وقت ان انت ترجع للماشين الاولانية اللي انت سبتها، وافضل اشتغل عليها شوية. وانت طبعا مش كل الماشينز هتاخد منك ساعتين كاملين او 3 ساعات كاملين، هي في ماشينز هتاخد منك مثلا ساعة، في ماشينز هتاخد منك 5 دقايق 10 دقايق بالكتير على حسب. خد بريكس متقطعة، يعني قول مثلا الساعة 12 هطلع مثلا اخد بريك شوية، الساعة 5 اخد بريك تاني ساعة مثلا اكل فيه. بعد كده طبعا ما تنساش ان انت تحتاج وقت ان انت تنام عشان دماغك تقدر تشتغل بيها، يعني مثلا قول لو انت مثلا بدأت الساعة الصبح ممكن تنام مثلا 10 بالليل، تنام مثلا ساعة كده على الظهر هكذا. يعني سجل اي حاجة انت جربتها على الماشين دي، يعني انت مثلا دلوقتي مسكت الماشين فقول انا جربت في الماشين دي كذا 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 كذا، اي حاجه بتجربها اكتبها، واي مثلا طول استخدمتها قول انا استخدمت دي، قول كذا، سجل كل حاجه بتعملها كلوج عشان بعد كده ما تعيدش نفس الحاجه اللي انت عملتها، وتلاقي وقت تجرب حاجه جديده وتلاقي نفسك انا جربت الحاجات دي كلها، فتلاقي نفسك جات لك فكره تانية، ده انا ما جربتش كذا وكذا وكذا وكذا، لان انت دايما هتعرف ان انت في حاجه ناقصه عملتها طالما انت لسه ما جبتش الروت. البروف دوت تكست واللوكال دوت تكست اللي انت بتجيبهم من الماشينز، سجلهم عندك في تكست بره في الدوكيمنت بتاعتك، في الريبورت بتاعك، في النوت بتاعتك اللي انت شغال فيها وقت الامتحان، وارفعهم اول ما تاخدهم، اول ما تاخدها من الماشين حطها على طول في الكنترول بانل.
هنا ده الموقع اللي بتخش عليه. اول ما يجيلك الميل بتاع الامتحان هتكتب هنا الاي دي بتاعك، وبعد كده هتكتب هنا الهاش اللي هم باعتينه لك، وبعد كده تعمل لوجين. هيدخلك هيقولك الكاميرا بتاعتك شغاله ولا لا، وبعد كده هتبدا تتكلم مع المراقب اللي هيتابع معاك. يوم الامتحان طبعا انا بستلم الباكج بتاعت الكونكشن، بيكون فيها الفي بي ان، بكتب فيها اليوزر نيم والباسورد، وبعد كده بيكون معاه سكريبت تاني بيقولك شغلهولي وبعت لي الريزلت بتاعته. دي حاجات ايه عاديه انت هتبقى عارفها وقت الامتحان هيقولك عليها. هو هنا بيقولك ان اللينك بتاعت الكنترول بانل بتاعت الاكزام هتبقى مبعوتها لك في اللينك بتاع الامتحان نفسه، بيقولك عن طريقها ان انت تقدر تعمل سبميت للفلاجز اللي هي البروف فايلز، وتقدر تعمل ريفيرت للتارجت ماشينز، وتقدر تقرا الديسكريبشن والبوينتس لكل ماشين وتفاصيل كل ماشين من خلال الكنترول بانل دي. بعد كده الماشين ريفيرتس بيقولك ان انت ليك 24 ريفيرت، وتقدر تعمل 24 مرة ريفيرت لكل الماشين، وبعد ما ال 24 ريفيرت دول يخلصوا تقدر تعمل لها ريسيت وتجيب 24 من اول وجديد، يعني كل المجمل اللي معاك 48. انت طبعا مش هتحتاج كل عدد الريفيرتس ده، فانت احتياطي اعمل 5 ماشين ريفيرت عشان تبقى شغال على نظافة والحاجة لسه معمول لها ريسيت. يعني السكرين شوتس، السكرين شوتس من اهم حاجة تاخدها في الامتحان. اي خطوة بتعملها حاول تاخد لها سكرين شوت، اي خطوة هتستخدمها في الريبورت حاول تاخد لها سكرين شوت، فانت خد سكرين شوت قدر المستطاع على اي حاجة انت بتعملها شغالة. اي اكسبلويت عملتها لازم كل سكرين شوتات كل خطواتها بدقة، سواء هتعملها بشكل مانيوال او هتعملها بشكل اوتوميتد، في الحالتين لازم تاخد سكرين شوت لكل خطوة فيهم. اول ما تخش على الماشين تاخد بي او سي اللي هو بروف اوف كونسبت، اللي هو بيبقى اثبات يعني ليك ان انت دخلت الماشين، فبيكون بالشكل ده. اول ما تخش على الماشين يجيلك كونكشن، فانت اول ما تخش الماشين في سكرين شوت لازم تاخدها كبي او سي او اثبات يعني انت دخلت. المهم في السكرين شوت دي تظهر الكوماند والنتيجه بتاعته بتاع البروف تو تكست، الاي بي، الهوست نيم، التلاته دول من اهم الحاجات اللي لازم تظهر في ايه في السكرين شوت. ده بالنسبه للسكرين شوتس، فمهمه مهمه مهمه لازم تاخد سكرين شوت لكل حاجه قدر الامكان، لان انت بعد وقت الامتحان مش هتقدر تاخد سكرين شوت لاي حاجه تاني، ولا تقدر تقول لهم اعمل حاجه او اعمل كذا. وبرضو لو انت تقدر تشغل لوج على التيرمينال اللي انت شغال عليه شغله، بحيث تقدر تسجل كل الكومنز اللي انت كتبتها وترجع لها وقت ما انت عايز. الكنترول بانل بتاعت الاكزام اللي هنرفع عليها الفايلات، هو هنا بيعرفك البروف فايل نيمز بيبقى اسمهم ايه، الادمنستريتور بيبقى الفلاج بتاعه اسمه بروف تو تكست، اليوزر العادي البروف بتاعه اسمه لوكال دوت تكست. اول ما تجيبهم دي شكل الكنترول بانل، الحته اللي في الكنترول بانل اللي انت بتحط فيها الفلاج، بتختار من هنا من الحته دي كده تختار الاي بي بتاع الماشين، وتحط هنا الفلاج بتاع اللوكال دوت تكست وبتاع البروف دوت تكست، واي فلاج بتجيبه بتفضل ايه تختار الاي بي وتحطه، فهو هنا هينزله لك على شكل ايه اللي انت شايفه ده. بعد كده تعمل سبميت طبعا لكل ايه يعني بتحطه وتعمل سبميت. يعني هنا بيقول لك ايه الحاجه اللي ممكن تضيع منك البوينتس من على الماشين. اول حاجه ان انت تستخدم اي ريستريكتد تول، يعني اي تول ممنوعه. تاني حاجه ان انت تستخدم الميتا سبلويت على اكتر من ماشين، يعني انت استخدمتها على اول ماشين هي دي الماشين اللي هتتحسب لك عادي، تاني ماشين مش هتتحسب لك، الدرجه بتاعتها كلها هتروح او السكور بتاعها كله هيروح. تالت حاجة ان انت تستخدم الميتا بريتر بيلود على اكتر من ماشين، انت ليك بس انت تستخدمه على ماشين واحدة لان ده هو تبع الميتا سبلويت. برضو لو ما رفعتش اي فلاج من الفلاجات اللي انت المفروض ترفعها زي اللوكال دوت تكست او البروف دوت تكست، الماشين مش هتتحسب لك، او الفلاج اللي انت ما رفعتوش مش هيتحسب لك. ونفس الكلام لو ما اخدتش الفلاج سكرين شوت وحطيته في الريبورت برضو الماشين مش هتتحسب لك. فهو مهم جدا في البي او سي تبين الفلاج اللي هو بتاع البروف دوت تكست او اللوكال دوت تكست، تبينه في السكرين شوت وتحطه في الريبورت، لان هو هنا كاتب ان انت لو ما عملتش كده برضو مش هيتحسب لك ايه الماشين. فالسكرين شوت للفلاجات لازم 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 تحطها. بعد كده عندنا الريبورت بتاع الاكزام، هنا هتلاقي اللينك بتاع الريبورت الجديد ده شكله، ده هو الاوفنسيف سكيورتي ريبورت. فخلينا نبص عليه كده. اول حاجه نوت لازم تعرفها ان الريبورت دوت مش الزامي ليك، ده مجرد تمبلت اوفنسيف سكيورتي مديهولك عشان يسهل عليك كتابه الريبورت ويعرفك شويه اساسيات فيه. هنا هو بيقول لك اكتب الريبورت دوت بتاع الانترنال لاب وايه والاكزام، بعد كده بيقول لك ده فيرجن 2 يعني كان في فيرجن قديم. هنا تكتب الايميل، هنا تكتب الاي دي بتاعك في الشركه في اوفنسيف يعني، وهنا ده الايه التيبل بتاع الكونتنت اللي جوه الريبورت.
فهو الريبورت متقسم من هاي ليفل سامري، بعد كده ريكومنديشن، بعد كده ايه ميثودولوجي، يعني انت اشتغلت بقى ازاي وعملت ايه جوه كل ماشين، وبعد كده في الاخر انت تحط ايه additional items لو في اي حاجة زيادة، تحط مثلا كود زيادة ايا كان. المهم هنا ده الانترودكشن للكور للريبورت، فانت كل ده مش محتاجه، ممكن تمسحه كله كده. بعد كده خلينا نعمل كده سريعا. هنا ايه اول حاجة عندي ايه الهاي ليفل سامري، فانا اشيل السامبل ريبورت دي واسيب ايه ده ليفل الهاي ليفل سامري مثلا، وابدأ اعدل على ده وده واحد. وبعد كده هو في الهاي ليفل سامري هو كاتب لك مثال على الحاجات اللي انت هتكتبها، فانت ممكن تسيبها زي ما هي بس تغير الاسماء. طبعا ده مش الطريقة الصح، تمام، لكن دي الطريقة السهلة للي مش قادر يكتب بايه سامري كويس، او مش قادر يكتب حاجة، فانت ممكن تغير الاسم بس، ومثلا تغير ايه اللوكال دومين وهكذا، او اي حاجة في او اي اسم محتاج يتغير، تمام، او في وتقرأه برضو على الاقل، لو انت مش فاهم منه اي حاجة خده وترجمه وبعد كده غير فيه واحدة واحدة. وهنا طبعا تغير اسماء الماشينز، وبعد كده هنا الريكومنديشن انت ان انت جون بي ريكومند ان انت تعمل باتش للفرنربيلتيز والكلام ده كله، فانت بس غير اسمك هنا مثلا وبرضو تقرأه تاني مع نفسك. بعد كده هنا تكتب الايبيات بتاعة اللاب والاكزام نتورك لو في لاب هتحطه، وهنا نفس الكلام. بعد كده هنا تبدأ ايه تكتب عن ماشين ماشين. اول حاجة طبعا تكتب اسم الفولنربيلتي، بعد كده تكتب الاي بي، بعد كده تكتب ازاي تصلحها، بعد كده تكتب نوعها ايه كريتيكال ولا لأ، بعد كده تشرح بقى حاجة حاجة ازاي، اشرح بقى بالتفصيل، سيبك بقى اي حاجة هنا مكتوبة سيبك منها وابدأ انت اشرح. فاحنا هنفترض مثلا ان انت شغال على مثلا الثغرة دي، فخلينا نمشي كده خطوات مع بعض سريعا. هتقول مثلا انا لقيت اسم السيرفيس دي، فروحت دورت عليها في السيرش اسبلويت، خد سكرين للسيرش اسبلويت وقول انا لقيتها هنا، بعد كده قول ان انت خدتها وعدلت عليها مثلا الاي بي، وتحط هنا الكود بتاع السكريبت كله. بعد كده وهي بترن تاخد لها سكرين شوت، وبعد ما ترن والريزولت بتاعتها تاخد لها سكرين شوت، بعد ما تاكسس الماشين تاخد لها سكرين شوت وتكتبها هنا. تكتب كل الخطوات دي بقى واحده واحده، انا فتحت دي وجبت دي وعملت رن لدي، وبعد كده دي الريزولت بتاعتها، وبعد كده دخلت جوه لقيت نفسي انا اليوزر كذا، وتاخد سكرين شوت بتاع البي او سي. لو هي دي مثلا الماشين بتاعت البفر اوفر فلو، فهو فلاج واحد بس اللي بتلاقيه، فبالتالي هتقول انا لقيت الفلاج دوت، وتقوم حاطط له الفلاج برضو في الريبورت، تكتب له بروف تكست كذا، وبعد كده تكمل بقى بقيه الماشينز بنفس الطريقه. تكتب كل التفاصيل بحيث ان انت لو واحد غريب جه يقرا الريبورت يلاقي نفسه عارف يمشي بالخطوات اللي انت كاتبها، يفتح كذا يلاقي كذا، يعمل كذا يلاقي كذا، يعمل كذا. فانت بعد ما تخلص الريبورت خالص امسك الريبورت واقراه وابدأ امشي على الخطوات، لقيت نفسك عارف تمشي على الخطوات دي بالقراءة بس، فهمت كده ازاي تمشي ولقيت الدنيا ماشية معاك، يبقى انت تمام، يبقى كده الريبورت ايه مفيهوش مشكلة، وتقدر تتوكل على الله وتبعته. لكن حاول دايما 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 تفصل زيادة عن اللزوم في الريبورت احتياطي، لان محدش بيبقى عارف الريبورت دوت بيتقبل او بيترفض ليه. يعني احنا كل اللي عارفينه ان هو الحاجة اللي ممكن تخلي الريبورت يترفض ان هو مش موجود فيه سكرين شوتس كفايه، ان هو مش موجود فيه تفاصيل كفايه، او الراجل اللي قعد وحاول يحل بنفس الطريقه ما عرفش يحل. فانت خلي كلامك واضح بالشرح، خلي خطواتك كلها واضحه هكذا. بعد كده هنيجي في اخر الريبورت خالص، هتقول له ايه الماشين اللي انت استخدمتها، ايه الماشين اللي استخدمت عليها ميتاسبلويت، وحط له كمان جدول بالفلاجز، اكتب رقم الماشين الفلاج بتاعها. ده بالنسبه للريبورت بشكل بسيط. بعد ما بتخلص الريبورت طبعا انت ليك 24 ساعة عشان ترفع الريبورت بعد الامتحان. اول 24 ساعة بعد الامتحان هم دول اللي مسموح لك فيهم تكتب وتبعت فيهم الريبورت، او مسموح لك فيهم ان انت تبعت الريبورت. لو اتأخرت عن كده الريبورت غير مقبول. بعد ما تخلص الريبورت هتعمل له اكسبورت ك بي دي اف، وبعد كده هتعمل له ضغط مع السيفن زد، بعد كده هنرفعه على الموقع. فخلينا نروح للموقع ونشوف شكله عامل ازاي. ده هنا السايت اللي بترفع عليه الريبورت بتاعك، فانت هتكتب الاو اس اي دي، وبعد كده هتكتب الام دي 5 هاش اللي جالك في الايميل بتاع الامتحان، وبعد كده تخش هنا هترفع. اول ما تخش جوه هتقوم تعمل ابلود للفايل، فبعد ما ترفعه هو هيعمل هيبعت لك الهاش، فانت هتاخد الهاش ده وتقارنه بده، لو الاتنين زي بعض يبقى تدوس ابلود وتكمل عادي، وبعد كده تنتظر منهم الميل خلال يومين تلاتة اربعة، خلالها هيبعتوا لك الميل بتاع النجاح ان شاء الله. هنا ده ملخص سريع لكل اللي احنا عملناه.
اول حاجه قلنا هنعدي على التراكين دول، بعد كده نخش على الهاكزا بوكس نخلص حوالي 70% منه او 100% طبعا، يعني اللي يقدر، واللي يقدر يخلص الليستز اللي جنبه كمان يخلصها. بعد كده هنخش نشتري الكورس، وبعد ما نخلص الكورس ايه نحل الساند بوكس، وبعد كده نذاكر لينكس وويندوز بريف اسكليشن، وبعد كده نحل اللابات، بعد كده نحل البفر اوفر فلو، وبعد كده نعمل تيست لنفسينا قبل ما نخش على الامتحان. كان تيجي نال عامل تشالنج كده، مديك 5 ماشينز، ال5 ماشينز دول حلهم كتست لنفسك، اعمل 24 ساعة لنفسك تيست، خش على الماشينز دول حلهم، عامل نفسك كأنك يوم الامتحان، بظبط اكلك ظبط نومك ظبط حاجتك كلها كأنك ايه داخل الامتحان، حتى عايز تشغل الكاميرا شغلها. بعد كده ابدأ حل في الماشينز وشوف انت هتبقى قادر تعمل ايه، اقرأ الرايت اب بتاعك بعد ما تخلص 24 ساعة افهم ايه اللي حصل لو انت معرفتش تحل، لكن انت ان شاء الله ايه هتعرف تحل، لان بعد ما عديت على كل اللي فوق دوت الحاجات دي كلها بالنسبة لك هتبقى تافهة جدا. بعد كده خش على الامتحان، اكتب الريبورت، استلم الميل، الف مبروك عليك الشهادة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم ويكون فيه استفادة، وان شاء الله الفترة الجاية عندي على القناة الفيديوهات الماشينز هتكمل، سواء هاكزا بوكس او تراي هاك مي او فالنا هاب، وبرضو في كورسات جديدة ان شاء الله هتنزل على القناة. شكرا ليكم، كان معكم ايجي سيك، والسلام عليكم.